طيب واحنا بنتكلم عن الكول سنتر، حضرتك قلت الرقم 15 344. بالظبط. برضو خلينا نعرف من حضرتك الوقت اللي اقصى وقت اللي ممكن المنتفع او المتصل ينتظره قد ايه على ما يتم الرد عليه، سرعه الاستجابه خلال قد ايه، لو حصل وهو نفسه عنده شكوى والكول سنتر يعمل ايه، قلنا بعض التفاصيل. طيب هو طبعا يا فندم يمكن فيه بيبقى فيه بعض الاوقات على مدار العام بيبقى فيه ضغط كبير جدا، زي مثلا التوقيت الحالي اللي احنا فيه، وده بيرجع بسبب فحص المدرسي للطلبه. زي ما حضرتك عارفه ان اي طالب علشان يدخل يتقدم لصف دراسي معين لازم يتم اجراء الفحص الطبي ليه، فطبعا دي اوقات من السنه بيبقى فيها ضغط عالي جدا جدا. لكن التعليمات المشدده، وده كلام على مسؤوليتي انا الشخصيه، لا تتعدى مده الحجز 48 ساعه. طيب في حاله ان الحاله ما تستدعيش ابدا ان هو مش هينفع ان هو ينتظر، ما ينفعش، فكده كده يا فندم عندنا اقسام الطوارئ متاحه في كل المنشات على مدار ال 24 ساعه. يتوجه، احنا بنتكلم في خدمه حجز عياده، ان هو رايح علشان يقعد مع دكتور، الحاله مش حرجه مش طارئه، وبالتالي احنا بنقول يا فندم لو المواعيد عندنا مقفوله اقصى ميعاد ليها 48 ساعه. طيب هل في استثناءات؟ في استثناءات، ودي بتعليمات مشدده، كبار السن وذوي الهمم. ده يتوجه يا فندم للوحده في اي وقت وهيدخل العياده فورا من غير حجز، لكن لو عياده وانا عندي مثلا ضغط مكالمات، الحد الاقصى للانتظار 48 ساعه، وده مقارنه على فكره بالاوضاع او النظام العالمي، يعني دايما ما يعتبرش حاجه. طيب الحاله لا تستدعي زي ما قلت لحضرتك الانتظار، على طول يا فندم يتوجه للطوارئ، الطوارئ متاحه ليه ومستعده لاستقباله على مدار ال 24 ساعه. شخص لم يتصل بالكول سنتر عشان يحجز وتوجه على طول على المنشاه الصحيه عشان يدخل للدكتور، الاولويه لمين؟ لو ما فيش حاله طارئه، يعني هو لو مش حاله طارئه، هو للامانه يا فندم ده ما بيحصلش دلوقتي، لان في حاله لا طبعا بتبقى الاولويه للحاجز، ويعني خد الاجراء الصحيح لعمليه الحجز. وبس انا بقول لحضرتك وبرده بمنتهى الصراحه والامانه، مش بنمشي التاني زعلان، هندخله برده. لكن بتبقى الاولويه دايما للي حاجز واللي اتبع المسار الصحيح لعمليه الحجز، علشان بس نضمن ان المساله تكون نحافظ على النظام. لكن مش باولويه الحضور ولا كلام لا 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 يا فندم، لا ما فيش اولويه حضور، وده يمكن من المميزات اللي عادت علينا من ميكنه هذه الخدمه بشكل كبير، ان لازم يتم الحجز والمرور على الكول سنتر والمكالمه مجانيه. يعني كده كده المنتفع او العميل مش متحمل تكلفه المكالمه حتى لو قعد على التليفون. في حاله شخص فوت الحجز بندخله يا فندم، مفيش مشكله، يعني صدقيني في كل الاحوال هو بيدخل. ويمكن المشاكل دي احنا كنا بنقابلها في الاول خالص في بدايه التطبيق في 2019، لكن دلوقتي خلاص الناس حتى بقت عارفه، بقت بتختار المواعيد اللي هي عايزه تتوجه ليها، وبقت عارفه تتصل امتى وتتوجه امتى ومين الدكتور اللي هي هتقابله، وبقى في حتى علاقه طيبه ما بين المنتفع وما بين فريق العمل داخل المنشات. عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا يمكن عندنا دلوقتي من ضمن الامور اللي احنا بننفذها كفعاليات لرضا المنتفعين، ان في اجتماع شهري اسمه المجلس التنفيذي لرضا المنتفعين، ده بيتم عقده بشكل شهري، كل قيادات المنشاه بتحضره. مش بس كده، ده لازم يحضر في هذا الاجتماع، ولا يكتمل قوام الاجتماع ده الا لما يحضر ممثلين عن المنتفعين، لازم. وده احنا عملنا الكلام ده علشان بس يبقى فيه اشراك للعميل او متلقي الخدمه او المنتفع ان هو اللي بيدير المنشاه، وبيتم طرح كل التحديات اللي طرأت على مدار الشهر قدام المنتفع على ترابيزه واحده، ويتم بحثها وايجاد حلول ليها على وفي حضور متلقي الخدمه علشان يبقى على درايه باللي بيحصل جوه المنشاه.